دكتورة نورهان، لماذا تبدو الطائرات خطا احمر بالنسبه للاتحاد الاوروبي؟ تزويد اوكرانيا بالطائرات لماذا يبدو امرا محظورا بالنسبه للاتحاد الاوروبي؟ يعني هو الحقيقة لعدة اعتبارات. يعني الاعتبار الأول أن ده تصعيد شديد، لأن معروف أنه المنظومات الجوية بشكل عام وإن كان طبعا بعضها دفاعي لكن عادة بتوظف في الهجوم، يعني أكثر منها في المسائل الدفاعية، وبالتالي يعني هذا يعتبر تصعيد. الأمر الثاني أنه التزويد بالطائرات ليس أمر سهل. إعداد الطيار الحقيقة بيتطلب وقت وتدريب كبير جدا، وبالتالي الامداد بالطائرات هيبقى قدام بديلين، اما ان هذه الطائرات هتذهب بطياريها وده معناه تورط مباشر من جانب حلف الناتو في الحرب، يعني اصبح طرفا مباشرا وليس طرف غير مباشر، او انه هيتم تدريب الطيارين الاوكرانيين وهذا امر يستغرق وقت كثير. العامل الثالث والاهم هو ان روسيا مسيطره بشكل كامل على الاجواء الاوكرانيه، فاين ستطير هذه الطائرات؟ وبالتالي مصير هيكون التدمير. ومعروف ان المنظومات الجوية عموما منظومات عالية التقنية وعالية التكلفة، وبالتالي ده معناه كأنه رمي او هدر يعني الطاقات والقدرات العسكرية الأوروبية في وقت بدأت تنفذ فيه بالفعل مخزونات الأسلحة بشكل عام بما فيها يعني المنظومات اللي هيتم بيها امداد اوكرانيا سواء كانت صواريخ او دبابات او خلافه. فالاتحاد الأوروبي ليس على استعداد، ولا الولايات المتحدة على استعداد للتضحية أيضا بمنظومات مثل الطائرة.